هاي، اهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل طاقة نص ديسمبر لنص يناير. اسفة جدا، الفترة اللي فاتت ما قدرتش اطلع، تأخرت عليكم. بس صوتي كان رايح فما كنتش قادرة اسجل، عشان كده هنعمل طاقة نص الشهر للشهر اللي وراه. كل سنة وانتم طيبين. انا هنشوف الابراج بتاعتنا. هنبتدي قرايه برج الحمل من نص ديسمبر لنص يناير. طاقة برج الحمل من نص ديسمبر لنص يناير. الطاقة العامة لبرج الحمل. الطاقة العامة لبرج الحمل نص ديسمبر 2022 لنص يناير 2023. برج الحمل، كان عندك حالة ضبابية الفترة اللي فاتت، وكان عندك في بعضكم كان قلبه مكسور، وكان في بعضكم عنده علاقة ثلاثية، وفي بعضكم حاسس ان هو ادى في العلاقة كتير وما خدش، قعد يدي يدي وحاسس ان هو بيدي على الفاضي. تمام، دي طاقتكم الحالية. اللي حاصل بقى، التارو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عندك اعتدال الشهر ده، اعتدال في كل امور حياتك، كل حياتك هيبقى فيها اعتدال. عندك اعتدال في العمل، عندك طاقة حلوة جدا في العمل، هتقدر تحقق انجازات كتيرة جدا. عندك طاقة زماجيسيا، يعني عندك طاقة كل الابراج، فانت عندك طاقة حلوة جدا، تقدر تبدع جدا في العمل بتاعك. العاطفة، عندك كينج اوف كابس، هتقدم عاطفة جامدة جدا وهتقدم مشاعر حلوة جدا لشريكك. عندك في الأموال، عندك تحفظ في الأموال شوية، احتمال الأموال ما تبقاش أحسن حاجة الشهر ده، بس اللي مطمني إن العمل كويس، فيبقى بدل العمل كويس يبقى الأموال هتيجي، بس هي مش أحسن حاجة. عندك حالة تحفظ في الأموال، بس ما فيهاش قلق، لأن أنت عندك العمل كويس، فبدل العمل كويس يبقى الأموال جاية يعني، بس مش أحسن حاجة الشهر ده. الصحة خلي بالك منها شوية، تجنب كل حاجة ممكن تجيب لك مرض، يعني حاول ان انت الشهر ده تخلي بالك على صحتك كويس. انت كان عندك احتفال، وكان عندك نصرة، كان عندك انتصار في حاجة معينة في امور حياتك الشهر اللي فات. التارو بيقولك كمل، خد قراراتك مظبوطة عشان تكمل في الطريق ده اللي انت ابتديته. لازم رفعت السيف هنا مش معناها ان انت مانع حاجة، معناها هنا ان انت هتاخد قرار في حياتك، قرار مهم. فالتور بيقولك خد قرار مهم اللي انت عايز تاخده ده. طاقتك العامة حلوة جدا، طاقتك حلوة جدا لبرج الحمل الشهر ده. تعالوا نشوف بقى طاقة عزاب برج الحمل. عزاب برج الحمل من نص ديسمبر لنص يناير. عزاب برج الحمل من نص ديسمبر لنص يناير. عزاب برج الحمل طيب عزاب برج الحمل، انت في الماضي كان عندك استقرار، او كنت عايز يحصل استقرار. الاستقرار ده جاي، بس جاي بطيء، جاي عندك طاقة شريط العربة، جاي ببطء. تمام، انت عندك حكمة، وعندك حكمة في التصرف. التأخر ده حسسك ان انت
ندمان او متحسر انت عملت كتير وما ما جابش نتيجة، اشتغلت كتير وما حصلش نتيجة، في علاقة بقالي مدة وما ما فيهاش استقرار، ده اللي انت حاسه حاليا. التور بيقولك لا، ابعد المخاوف دي عنك، خد قراراتك مظبوطة. عندك five of pentacle، انت عندك حالة حسرة، عندك حالة زعل، بيقولك لا خد قرار، ما تخافش، انت عندك مخاوف فانت ما تخافش، خد قرارات مظبوطة، ارفع سيفك وخد قرارك مظبوط. سامحوني في اللي هقوله، في طاقة واصلالي ان في ناس في علاقة خايفة تبعد عنها او خايفة تخسرها. التور بيقولك لا اخسرها، خد قرار ووقف العلاقة. تمام، مش كل الطاقات، مش كل الطاقات، بس في طاقة جايالي ان في ناس، لا في ناس نفسها في استقرار، مستنية كتير، متحسرة وزعلانة، زعلانة. تمام، التور بيقولك لا ما تخافش وخد قرارك، خد قرارك سواء هتكمل سواء هتبعد، بس خد قرار، ما تسيبش الدنيا متعلقة كده. تمام، دي طاقة العزاب برج الحمل. تعالوا نشوف طاقة مرتبطين برج الحمل. طاقة مرتبطين برج الحمل، طاقة مرتبطين برج الحمل، ايه ده؟ طيب، في بعضكم، بعضكم اوكي، في علاقة ثلاثية، فيها كسرة قلب، فيها زعل. انت كنت حاسس بانتصار، هو نفسه يرجع للماضي، نفسه يحن للطفولة، نفسه يرجع لعلاقته بيك زمان. انت قدمت حب كبير، بيحاول، يعني انا عندي هنا طاقة ناس زعلانة شوية من بعدها، هو بيحاول يصلحك، بيحاول ان هو يعمل في ماجيسيان، بيحاول على قد ما يقدر يحاول ان هو يصلحك بعد ما انت قدمت كاس الحب ده وما منفعش، اتكسر قلبك، انت واقف مكانك مش عايز تتحرك، وهو بياخد قرار. تمام، الطاقة اللي بينكم فيها كثرة قلب وفيها زعل، بس فيها حب، يعني انتوا مش باينين لبعض ان انتوا بتحبوا بعض، انتوا في منكم حب قوي. كينج اوف واند، كينج اوف واند هي طاقة يعني بيحبوا بعض بس مش بيبينوا الحب ده، لابسين ماسك على بعض، مش مبينين الحب، مدارين الحب. تمام، بتحاولوا تصلحوا اموركم، مبينين كينج اوف بنتكل، مبينين ان انتوا مستقرين، بس لا انتوا بتحبوا بعض. الزعل ده هيروح والزعل ده هيخلص. نصيحة التارو ليكو، لو في حد عارف ان في علاقة ثلاثية، لان انا ظاهر عندي هنا في علاقة ثلاثية. تمام، التارو بيقولك لا، لو انت كان عندك علاقة ثلاثية، انت علاقة مرتبطين ودخل عليكم طرف تالت، لا الطرف التالت ده هيطلع، لان هو بيحبك انت وده باين. هو بياخد قرار دلوقتي، بيحاول يعمل ساحر، بيحاول يعمل اي حاجة عشان يصالحك، بيحن لعلاقتكم القديمة، بيحن لعلاقتكم في الماضي، بيحن لعلاقتكم قبل ما العلاقة الثلاثية دي تدخل عليه، تدخل على العلاقة بتاعتكم. انت واقف مكانك ما بتتحركش، لان انت قدمت حب وما ما حسيتش ان انت اتقدرت في الحب ده، انت كنت حاسس بانتصار وكنت حاسس بسعادة، كنت فرحان بالعلاقة، اتصدمت وكسر قلبك، فهو دلوقتي بيحاول هو اللي يصلحك. دي علاقة مرتبطين، بس يمكن تبقى قراءة خاصة لبعض الناس مش لكل الناس، لان انا اللي ظاهر عندي مش معقولة كل الناس هيبقى حصل لها اللي حاصل ده، يعني دي الطاقة اللي وصلت لي.
دي ممكن ما تناسبش ناس كتيرة، بس دي الطاقة اللي واصلة لي ان في علاقة دخل فيها حد وباظت وهو بيحاول يصلحك. تمام، ربنا يوفق الجميع يا رب، وكلكم تبقوا بخير يا رب.